سمعت بيه وتوصيت على القمره. انا داك اللي جابوه في الاذاعه هذاك اكل بيه مطلع معها بشسه القمره. اي ذاك هو خاك تو مروح ما يعرفش عليه وي تبيه ما يودي ذاك هو بيه فيت ولايه تونس. الدنيا اللي شكون تاعتي والله احمد فما خنفوس في الحيط. وينو يا احمد؟ ممكن بحث التلفزه على اليمين وهذا. اوه مكبر شد امه توقفوا يا احمد تتفرج فيه. شبيك يا اخي خايف؟ انت مانيش خايف يا احمد توقفوا علاش تخزر له؟ كيفاش توقفوا نطلع له مصطفى الحيط؟ اوه يا احمد توقف فاش استنى يا اخي. اه يدير يا احمد. هو يطير. اي نعرف يطير هذاك عليه قلت لك قلت له تنعرف عليه انا نوعين تاع الكفاره هذوما يطيروا يتكربسوا يعملوا كل شيء باش يضايقوهم لك. علاش تعيط له كفاره يا اخي؟ خاطر كافر يهودي كلبه اكحل مش متربي تو يطلع في بيت ساره اللي دق بيه بلا حد شيء توف يا احمد دقته ضايع في الوقت لا يعاود يطير يجي فوق راسي. انت كيفاش تحب نقتلو؟ انت برا جيب شلاكه ولا سبادري يجيب حجره من الشارع عصخته بها. علاه ما قلتلوش انت باش يهرب؟ ما نحبش يدي قبل مغاد يضرب. ما نحبش يا احمد نطيح قدري انا نتاع شيء هذا خوك الكبير طيح في قدري مع خنفوس. تفرج يا احمد شلاخ مو بدات تتحرك راه وش شلاخ متحرك ناوي على خنا النار. شو ما نحبش بالعاني خايف منه بالعربي هذا قلبه اكحل اذا نضربه يرخ بيها تو يرجع لي راسي فهمت؟ تفرج يا احمد شلاخ مو بدات تتحرك بزربه يا والله قاعد يحندر فيا غاد. تحبه ما يدورش بيك؟ اي برسمي نح اي ولا برسمي مش فادلك يا اي حل فمك عاود الكلمه هذه ثلاث مرات صدقني ما يدورش بيك. قل طلموس خشم قتوس طلموس يسكك القتوس. تي برا جيب حاجة وقتلو يا احمد نقول لك خفوس وانت تقول لي خشم قتوس مش عارف شناهو. بيه بشوية تو نجيب حاجة نضربو بيها. اضرب يا احمد شلاخ مو قاعد تتحرك. طلموس خشم قتوس طلموس خشم قتوس طلموس خشم قتوس طلموس خشم قتوس. ايه هاكا مو قاعد يضرب واحد في زحبة ما يتحرك. انت شبيك يا احمد تضرب خفوس مش انا. تعطيتك سبيدري شو تضربو انت بعيد عليا انا من دماغتني بيه انت سبيدري. يضربو انت مو قاعد. هذا ما نجمش حصري ما بين السلة والشباك ما نجمش اضربو واضرب انت مش حتى كان جاك نجم تهرب شد. تعم تخلط تحت الجيتارة بتبيع بتبيع باش يهرب مادام انت مضيع الوقت في خشم قطوس. باهي شوف باش نباع الجيتارة دوما نبعدها انت اضرب ما تضربش قبل. باهي كي نبعدها انت اضرب. باهي فهمتش باش تعمل؟ ايه مريقة نمشي. يا احمد اقسم بالله مش بالعاني والله يا احمد مش بالعاني والله زرفت ميدي في الضربه اقسم بالله هي مش بالعين يا يا احمد دكتور خفوس مش انا راك خفصت لي وجهي اقسم بالله ما تدخل لك الكيب في وزنك خلوك تقتل السيد هذا برك ها عاود اخبر هو اوف مش طلعوه يا تعرف شنو هو هذا جيب له شمايه والله ريحه شمايه تخرجوا يحب الشمايه. لا والله طلع نعملوا له بتيديج ونجيب له كابتشينو على الصباح يخفصت فيهم احمد شفت والله يموت سيد هذا فمه فهمه اخرى من بعد تسيفت فريقك. يا احمد اطلع والله عاد رجع جيب وقت احمد بس جيب وقت مش مش خلينا نتخبى تحت المغني بشوي اضرب طو اضرب طو يا احمد اضرب طو يا احمد اضرب طو انت يسكت والله تضحك فيا انت يضربوا يا احمد قبل ما يطير مش لازم تقتلوا احمد ما تقتلوش سمح ما تقتلوش نحبوا يعيش. جيس نحب نوضح حاجة على حكاية ستوديو بريك. برشا ناس ماشي في بالهم ستوديو بريك سرقت الفيديو. برشا ناس تقولي شنو ستوديو بريك. ستوديو بريك متاع المخرج ياسين تميم عاونتني باش نطور الفيديو تاع الكاميرا وفرت لي ماتيريال خدمناه مع بعضنا. ان شاء الله باش نخدموا برشا فيديوهات ستيل هذاك. دوك ماذا بيك تعمل سبسكرايب على اليوتيوب تاع ستوديو بريك وعلى الفيسبوك زاد. نخلي يعمل لوت. ثانك يو.